كان دائما بيمر علي فترات بنجاح الشيء، وبيمر كمان بعض الأحيان فترة من الركود. فهالركود مش معناه فشل، لا، هالركود هذا معناه إنه استعداد لشيء جديد دائما. بصراحة في خمول فني، يعتمد المطربات على الكلمة الركيكة الرخيصة، يعني ما يفكروش يعملوا أغنية مستواها مكتمل الكلام أو لحن. إذا فقد إحساس الإنسان فقد أي عمل بيشتغل فيه. يعني أنا بحب الأغنية الشرقية، لو دخلها بعد التطور تفضل محافظة على شرقيتها. طبعا بداية كل إنسان صاحب رسالة أو موهبة، خصوصا إذا كان مثلا في بيئة والوقت اللي نحن نوجدنا فيه أو ابتدأنا فيه بالفن كان وقت صعب شوي، وينظر للفنان نظرة مسيئة. هذه موهبة تهبط عليه من السماء. بعدين الفنان إنسان كبير كتير، مش إنسان عادي. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى عطيه موهبة يعني مفضله عن بعض من الناس. طيب أستاذ وديع، إحنا كنا تقابلنا مع الأستاذ عبد الوهاب من بضع أسابيع، اعترف بأنك صاحب أجمل صوت في الشرق. نعم. في نظرك أنت من هو صاحب أجمل صوت في الشرق؟ يعني مدام أستاذ عبد الوهاب حكى معناته أنا شو لازم أقول بقى؟ مال يعني هو صوت الأستاذ وديع مش رح نقول لأ.